سلامات سلامات. وش عندك؟ أبد والله تمزق الأربطة. مصاب ومكسور وتجي والله العشق والله شو نسوي. غبت عني والشوق جابك عمري الغايب هلابك. نقول ان شاء الله خير رجال. زعلان اكيد. شوف مسوي فريق كذا ورابع خساره اتوقع وثالث ورا بعض. شفت أوفياء كثير بس زيك ما شفت يعني. فلا ما تبين الرياض الحافر كل مكان تحضر الحمد لله بس وبضل أحضر. ألم وخسارة قوية شوي صح؟ شكرا الله جيتك على الجرح. بإذن الله الجاي أحسن. نقول الجاي أفضل والفرحة تكمل وهلالنا وسط السماء بعيدنا بشر. بتحضر مرة ثانية وثالثة؟ أكيد أكيد بإذن الله الأسبوع الجاي في الحسر. آه إن شاء الله بإذن الله. وأنت مصاب؟ وأنا مصاب. عشق وش كيف حبيت الاتفاق؟ علمنا كيف عشقته؟ والله من الوالد والله كان يحفزني أن أشجع وأحضر من وأنا صغير بس الحين حالف أنه ما يحضر وأنا أحضر. إيه؟ مستوى السبب وأنت تروب عنها والله خاف أنك تلحق الوالد. لا لا بإذن الله للموت بإذن الله. ما موت في حبك ولا يمكن نموت بالعكس انا يا كل عمري يا عيش. يعني واضح ان عندك امل. باذن الله باذن الله نقول الجاي احسن وان شاء الله عاد انه ما يهبطون هالسنه وان شاء الله الموسم الجاي يكون احسن من كذا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الدلع يا كايدهم